أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم بكلمة بسيطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ريثما لدى الأخوة. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الرجل لو تنظر في حياته تجد أن أسباب القوة عند شيخ الإسلام ما هي؟ أعظم سبب عند شيخ الإسلام هو التجاء إلى التوحيد. كان إذا صلى الفجر لبث في مصلى إلى أن تطلع الشمس يذكر الله ويقول هذا زاد من الدنيا، هذا غداء غدوتي، إن لم أتغدى سقط وضاعت قوتي. إذا أشكل عليه شيء في تفسير بعض الآيات أخذ يدعو استغفر ويبحث أحيانا في تفسير الآية الواحدة في أكثر من 100 مرجع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقال عنه انه لم يسمع قط في مجلس شيخ الاسلام شيء نظيره والنميمه ابدا. سهل في الدنيا، لا البالي لا بالمناصب، عرضت عليه مناصب اموال ورد كل شيء، واكتفى بما قليل ياتي من اخيه. لم يتزوج لا رهبانيه، لكن شغل بتعليم الناس وبالجهاد. شيخ الإسلام رحمه الله كان سبب في أنه رحمه الله أوقف زحف بعض الطوائف، منهم الرافضة. سجن، قلنا كان إذا أدخل للسجن مطمئن راضي بقضاء الله وقتل. كل مؤلفات شيخ الإسلام، كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لنا لا يعرف القص واللصق والنقل من الكتب، ما يعرف هذا، يكتب من حفظه، يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع. جل مؤلفات شيخ الإسلام فتاوى وردود، وألف لحاجة الناس، ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى في علم البركة. وأنت تسمع أن بعض الطلاب هدانا الله إياه مجرد ما يبدأ يلتزم قال أريد أن يكون لي مؤلف يكتب عليه تأليف وتخريج كذا، فلان ابن فلان عالم رباني بحر العلوم أسد المنامة المخرج المحقق العلامة. صحيح، نعم، وقص لصق وقص لصق، هذا لا يعلم شيخ الإسلام. ألف لحاجة الناس، طيب حصلت العداوة مع شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب ماذا؟ كما حدث مع كل أئمة أهل السنة والجماعة، بسبب التوحيد. ما سبب العداوة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء رحمهم الله؟ السبب العادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يعلم الخلق بالخالق، أبى هؤلاء إلا أن يعلم الخلق بالخلق. نبدأ الآن. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة
الصلاة والسلام على رسول الله. نريد أن نتذاكر متن العقيدة الواسطة. قبل أن بدأ الدراسة على ما اعتدنا عليه، لماذا ندرس هذا الكتاب أي متن العقيدة الواسطية نصيحة العلماء؟ ولأن العلماء رحمه الله تعالى أرشدوا إلى دراسة متن العقيدة الواسطية بعد كتاب التوحيد، وأرشدوا إلى حفظ هذا المتن المبارك. ولأن هذا المتن أي متن العقيدة الواسطية فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى متفرقة جمعها شيخ الإسلام. فإذا كنت أهل السنة والجماعة وطالب علم، الأصل أن تحفظ هذا المتن، أن تعرف بهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل البيت، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الوسطية، مجمل أمور متفرقة كثيرة جمعها لك شيخ الإسلام. فالأصل أن يحفظ. أيضاً هذا المتن المبارك من أسهل كتب شيخ الإسلام، ويقال والله أعلم أن شيخ الإسلام توسط بالواسطية ثم حمى بالحموية ثم دمر بالتدمرية. كيف تدرس كتب شيخ الإسلام؟ تدرس أولاً كتاب التوحيد وكذا، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. حسن التبويب والترتيب، عناية العلماء، كثرة الشروحات عليه. سبب التسمية، سبب التسمية بالعقيدة الواسطية، سميت هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية الله أعلم الأسباب. سبب تسمية هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية الله أعلم الأسباب. السبب الأول أن أحد قضاة مدينة اسمها واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. انظر إلى هذه البركة على ما ذكرنا، يكتب رسالة يرد على رسالة سؤال يرد، يكتب هذه الرسالة، كتب هذه العقيدة الوسطية بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب، كتبها بالحفظ. نحن ندرسها أحيانا في أسبوع، في شهر، في سنة تدرس المعاهد العلمية. بركة. أحد قضاة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو لأن شيخ الإسلام كتب هذه العقيدة بعد الصلاة الوسط صلاة العصر، أو لأن شيخ الإسلام في هذه العقيدة ذكر وسطية على السنة، على السنة والجماعة وسط بين الفرق، لا إفراط ولا تفريط، أو أنها كانت يعني عندما كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه الوسطية كانت في وسط عمر شيخ الإسلام. محتوى هذه العقيدة لو أردت أن تعرف فراسة هذه العقيدة، القسم الأول مقدمة، وذكر في هذه المقدمة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما، ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذا القسم الأول، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما، ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة
في باب في باب الأسماء والصفات. ثم أورد أدلة من القرآن على على ماذا؟ على هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. ثم فن بذكر الأدلة من السنة، فكما أن الأسماء والصفات تثبت بالكتاب كذلك تثبت بالسنة الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو القسم الثالث، أدلة من السنة. مبين في هذا القسم أدلة من السنة منزلة السنة أنها تفسر القرآن وتعبر وتدل عليه. ثم في القسم الرابع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى متفرقة، وكذلك ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة، هذا في هذا الباب الذي يتعلق بباب الأسماء والصفات، وذكر أنهم وسط بين الأمم وبين الفرق. هذا هو القسم الرابع. ثم في القسم الخامس ذكر طريقة أهل السنة والجماعة العملية، أراد أن العقيدة تظهر عليك كيف العمل، ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يا أخوان هذا من أهم ما يكون العمل، في الغالب أنه لا ينقصنا في الغالب، لكن ينقصنا عمل. ثم ذكر في القسم السادس الخاتمة، وفي هذا الخاتمة أمر عجب العجاب، يكتب في معتقد أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية وكذا وكذا، وألف مؤلفات في معتقد أهل السنة والجماعة ويختم بماذا؟ أمر عجيب. يختم يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، ما قال أنا السلفي وأنا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، قال نسأل الله أن يجعل تبرأ من حوله ومن قوته والتجأ إلى الله. فلا تزكوا أنفسكم، فانظر إلى ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وانظر ما عليه بعض الطلاب هدانا الله إياه. أحيانا تنصح تقول يا أخي لابد أن تكون على طريقة السلف وكذا، سبحان الله أنت تعلمني طريقة السلف، أنا أعرف السلفية قبل أن تولد. سبحان الله، هذا شيخ الإسلام يقول كذا. أنا يوم قلت طالب هدانا الله إياه قلت يا أخي شيخ الإسلام ثلث كلام شيخ الإسلام ليس معتبر، من أنت شيخ؟ الإمام أحمد والله عجيب. إن البغاة في أرضنا يستنزل الحشرة صغيرة ترى أنها نسب. نعم. طيب. وقال عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الرويبي، فهذا شيخ الإسلام يتبرأ من حوله من قوته ويقول يا رب اجعلني من أهل السنة والجماعة.
يتبرأ من حوله من قوته. هذه العقيدة. لماذا ندرس هذا الباب أي باب الأسماء والصفات؟ أشرف العلوم. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومن توحيد الأسماء والصفات. التعرف على الله، حياة قلوب. أكثر ما يتطلع إليه المسلم التعرف على الله، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها حتى لا نقع فيما وقع فيه فرق الضالة. هذا الباب أي باب الأسماء والصفات. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك الصحابة والتابعين وأتباع السلف الصالح رضي الله عليهم، اعتنوا بهذا الباب عناية. هذه كلها أسباب دراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. يذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أن خلاصة هذا الباب إذا أردت أن تكون على ما عليه السنة والجماعة تعلمنا الله وإياكم منه، قال ترجع إلى ثلاث قواعد في باب الأسماء والصفات. أضبط هذه القواعد. القاعدة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل وهو السميع البصير. الثاني التنزيه، تنزه الله سبحانه وتعالى، تنزه الله عن المماثل، ليس كمثله شيء، هذا الدليل. القاعده الثالثه ان كل ما اخبر الله به في كتابه او اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه معلوم. نعرف معنى النزول، معنى الاستواء، معنى اليدين، معنى العينين، نعم، لكن الكيفية علمها عند الله ولا يحيطون به علم. ثلاث آيات. وهو السميع البصير إثبات، ليس كمثل شيء تنزيه، معاني معلومة، الكيفية علمها عند الله، والسمع عنها بدعة ولا يحيطون به علم. أو تذكر قول إمام الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني نؤمن أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها. والإيمان به واجب، واجب أن تثبت ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بإدعاء، لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. وتسير على هذا، على هذه القاعدة في كل السبب. ينزل ربنا للسماء الدنيا، تقول نثبت النزول ونعرف معنى النزول ونثبت أن لله كيفية لكن هذا كيفية لا نعلمها، وننزه الله أن يكون نزول الله سبحانه وتعالى كنزول أحد من الخلق. والسؤال عن كيفية النزول بدعة، وتسير على هذا في كل الأسماء والصفات كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الشيخ الأمين الشنقيطي في القواعد الثلاث، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسمع عنها به. ما هي طريقة السلف في دراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات؟ ما هي طريقة السلف؟ الأول لابد أن تعرف طريقة الدراسة، كيف تدرس هذا الباب؟
لا بد أن نكون الغرض من الدراسة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. الثاني، لا تسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. انتبه. ولذلك قال السؤال عن بدعة ضلال. إذا أشكل عليك شيء في هذا الباب، أشكل عليك شيء، ماذا تصنع؟ تقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قل آمنت بالله، قل آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله. النتيجة يهلك الله. آمن آمن وصدقنا وسلم. ينزل ربنا تقول آمنت، وأثبت لله نزول حقيقي لخجلك عمك، لا ما تنزل مخلوق. أو يضحك ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، قل نثبت لله ضحك حقيقي لخجلك عمك، لا ما تضحك المخلوق. ولا نسأل عن كيفية، ونثبت بالله كيفية لأخذ جلد عونه، وتسير على هذا في كل الأسماء والصفات. ذكر رحمه الله مقدم شيخ الإسلام يحمس على الأدلة من كتاب السنة في مؤلفاته، يحرص انه لا ياتي بشيء الا بما ورد في الكتاب والسنه. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. هذا ما جاء في القران. يقال والله اعلم ان شيخ الاسلام اذا جلس يتكلم ينتقي من القران حيث شاء، كان القرآن بين يديه من شدة ضبط الرجل وحفظه. خلاص. أي نعم. إذن ذكر مجمل اعتقاده في السنة والجماعة. إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الأسماء والصفات توقفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني لا مجال للعقل والاجتهاد. وذلك بإثبات، لا بد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونفي ما نفى عن نفسه. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم. وما ربك بظلام للعبيد. تنفي وتثبت كمال الضد. تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. من غير تحريم. من غير تحريم، يعني ينحرف يمين في باب الأسماء والصفات عما يجب اعتقاده فيه. ولا تعطيل، يعني تعطيل ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف، لا تسأل كما سأل ذاك الرجل قال كيف؟ تقول لله كيفية لقد جاءت عمله والكيفية لا نعلم، والسؤال عنها بدعة.
ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، والسمع بصير. أورد في المقدمة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما في باب الأسماء والصفات خصوصا، ثم بعد هذا سرد الأدلة. بدأ بسورة الإخلاص. سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأنها تخلص قارئها من الشرك، تخلص قارئها من الشرك. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا وسوس لك الشيطان وبدأ يشكك في ذات الله ماذا تصنع؟ من العلاج أن تقرأ سورة الإخلاص تخلصك بإذن الله من الشرك. وكذلك سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الله، ليس فيها إلا توحيد، لا قصص ولا أحكام. ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. نعم، وفضل هذه السورة من قرأها في ليلة. أورد الأدلة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وكذلك الأسماء، ثم أورد الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نثبت الأسماء والصفات التي وردت في السنة الصحيحة كما أثبتنا الأسماء والصفات الواردة في كتابنا. ثم بعد هذا أورد مجمل اعتقاد أهل السنة كبر، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وذكر وسطية أهل السنة والجماعة أنهم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار العدول، لا إفراط ولا تفريط. هل يصح أن يقال دين الإسلام دين مساواة؟ نعم لا من يعلم. هل يصح أن يقول قائل دين الإسلام دين مساواة؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح إطلاقا. دين الإسلام دين عدل. نعم، تعرف ماذا يريد أن دين الإسلام دين مساواة؟ يعني يساوي بين مسلم وكافر، نساوي بين السني والرافض. أي نعم، فتح الله عليك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار العدول، لا إفراط ولا تفريط. كيف تعرف الوسطية عند أهل السنة والجماعة؟ كيف تعرف؟ تعرف بتحكيم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يعني يأتي إنسان إلى الإمام ويقول يا أخي توسع تطور، ما هذا التطوير؟ نقول تعال نحكم كتاب السنة على فهم السلف. نعم، ونرى هل هذا تطوير أم لا؟
قال يا أخي أنتم الآن ما تعظم القبور وتمتهن القبور، لا بد أن تتوسطوا بالقبور. كيف نعرف الوسطية؟ نرجع إلى كتاب السنة على ما كان عليه سلف الأمة، لا إفراط لا تفريط. قال ما توقر العلماء، نقول توقير العلماء يرجع إلى ما كان عليه السلف، لا إفراط. لا، هذه الوسطية. لأن بعض الناس يفهم، انتبه، يفهم أن الوسطية يعني تتبع الرخص. نعم. إذن هذا الدين وسط، وتميزت هذه الأمة بأنها أمة وسط بين الأمم وبين الفرق، لا إفراط ولا تفريط. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة. في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، هل أهل السنة والجماعة عطلوا أو مثلوا؟ من يعني؟ هل أهل السنة عطلوا أو مثلوا؟ لا هذا ولا هذا، توسط. أثبتوا خلافا للمعطل ونسوا خلافا للممثل، ولهذا توسط، وسط بين المعطلة والممثل. المعطلة أنكروا والممثلة مثلوا الخالق الكامل سبحانه وتعالى بالمخلوق الناقص. وسط في مرتكب الكبيرة، هل مرتكب الكبيرة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أكل ربا مثلا، هل هو كافر كفر أكبر خالد خلف الخلد الأبدي في النار، أو مؤمن كامل الإيمان؟ من يعلم؟ لا هذا ولا هذا، وسط. لم يخرجوه من الملة ولم يثبتوا له كامل الإيمان، قالوا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، وسط. في فعل الكبيرة، هل هو كافر كفر أكبر خالد محمد خلد أبدي في النار، أو هو مؤمن كامل الإيمان؟ لا هذا ولا هذا، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، وسط. في آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الروافض والله كذبوا في ادعاء محبة آل البيت، والنواصب نصبوا العداء والعداوة لآل البيت وأخذوا سبوا آل البيت وآل السنة، توسطوا، لا إفراط ولا تفريط. في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر، هل يكون ليس له قدر ولا اختيار؟ وذكرنا لكم بالقريب أن بعض الناس يقول أنه مجبور، يا أخي لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تصنع المنكرات والمعاصي؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله.
ماذا تصنع معه هذا؟ ماذا تصنع مع هذا؟ يشرب الخمر. طب لماذا يشرب الخمر؟ قال له ان شاء الله ما شربت الخمر، انما اشرب بقوائم. بعض العلماء يقول في حق هذا تضرب حتى يغمى عليه، فاذا افاق وقال لماذا تضرب؟ تقول مجبور، لو شاء الله ما ضرب. اقتنع تترك، وان لم يقتنع هذا انتبه لا تضرب احد. هذا من باب تقريب هذه المساله للافهام. رفع سارق الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامر عمر رضي الله عنه ان تقطع يده، قطع يد السارق حق. فجاء هذا السارق الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا امير المؤمنين اتلومني على شيء كتب الله علي؟ انما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر رضي الله عنه أتلومنا على شيء كتب الله؟ كتب الله نقطع يدك، ماذا نصنع؟ أجابه بنفس الحجة. يا أخي تقبل على الله وتتعاطى الأسباب، تظن أن الله يحذرك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال فسنيسر للعسرى. والذين جاهلوا أي بذلوا غاية الجهد فينا إخلاص، جاء الوعد من الله والله، يعني تقدير الكلام قسم مقدر، والله لنهدينهم سبلنا. خديجة رضي الله عنها عندما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما نزل عليه الوحي في باب حراء، قال لها لقد خشيت على نفسي، أي خاف على نفسي عليه الصلاة والسلام. قالت أبشر فوالله لا يخشيك الله أبدا، مثلك لا يمكن أن يخشي الله. لأنه مع من؟ مع الله. ذكرت أمور يسرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي مع الله ما يحزن أبدا. لا تحزن إن الله معك، هذا التوحيد. فتجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقدر كل شيء، تحسن الظن بالله، يقول أنا أحسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى اختارني لأن أكون من أهل السعادة، وأسعى لهذا والله لا يخيب الله، صح؟ لكن مع هذا تخاف، تجمع خوف ورجاء، تجمع بين القضاء والقدر مكتوب وتعمل. فالصحابة قديم العمل قال اعمل إذا ما تترك العمل، فكل ميسر لما خلق له. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل مهمة في المعتقد، من أهم هذه المسائل الصحابة رضوان الله عليهم، تبن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، الذي يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وطعن في الصحابة. كل من يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، كيف تظن هذا؟ إنه من خيرة القوم. يا إخوان، الشعبي رحمه الله يقول: لو سألت اليهود من خير أصحابك ما استطاع أن يقول إلا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام الذين رافقوا موسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت النصارى من خير أصحابكم ما استطاع أن يقول إلا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت الروافض قاتلهم الله من شر أصحابكم قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عليه. لا تقرب الصحابة إلا بخير، لا تقرأ، يحرم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: يحرم على الطالب، حرام، يحرم على الطالب أن يقرأ فيما شجر بين الصحابة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة، حرام. ابن القيم رحمه الله يذكر في كتاب الطب في زاد المعاد، كتاب الطب زاد المعاد: ما هؤلاء يتكلم بالعقيدة في كل مكان، في الطب وفي الأصول وفي النحو في كل مكان، توحيد. قال في كتاب الطب: قال بعض الحكماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. الآن تؤلمك عينك، ماذا تصنع؟ تفركها؟ تزيد، صح؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه: لا تقربوا أبدا إلا بخير، لا تذكر إلا محاسن القوم. وبعض الطلاب هدانا الله إياه يبحث في مساء كأنه لم يبق له شيء من العلم إلا أن يبحث في حال الصحابة رضي الله عليهم. مثاله يبحث في قصة حاضر رضي الله عنه، يقول: ما هذا الذي حصل من حاضر؟ وضع عليه. يا اخوانا، من دافع عن حاضر رضي الله عنه؟ دافع عنه الله سبحانه وتعالى، دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم ان يدافع عن حاضر رضي الله عليه. قال لي يوم رجل سمع مني هذا الكلام: لا تكلم الصحابة لا تكلم من البخيل. قال: إلى متى؟ إلى متى نقض علمنا ولا نقرأ في هذه الكتب؟ أنا طالب علم أريد أقرأ. قلت: لن تلقى الله، تلقى الله وأنت موحد مطيع لله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا